الكلام غير مقبول. لا يخلو، ما يخلو. يعني بدك تقول الحق حقك انت بدك 12 سنه، انت اولادك الاولويه لك انت. يقول لك واحد بالخاص مع كذا وعينه ياخذ استشاره حد ولا لا، ويا ريت انه اخذوا شخص تفوه وعنده خبره وامكانيات وخبير بتستفيد منه انت ويطور تمام من وضعك الوظيفي وخبرتك وامكانياتك ومهاراتك لكذا. انت عاد تقدر تعلمه. تقدر تعلمه هذا كمان. يعني اخذ مكانك واخذ حقك في المسار الوظيفي وعاد تتعلمه. علشان انه اساسا هو يعني نزل زي ما قلنا بزنبيل ولا في الراس ولا فهذه العمليه انت كيف بتعمل؟ طبيعي الرد الفعل عند البشر الطبيعي ايش بيعمل؟ مقاومه. قام التغيير. قام الاقامه واساليب المقاومه تختلف من شخص لاخر. واحد بيعمل زي ما قلت لهم بيعمل مسامير، واحد بيعمل صبير، واحد بيعمل حمام شكل، واحد بيعمل كل واحد بيعمل بحسب مهارته وقدرته في هذه الامور. فهذه طبعا لها اثر كبير جدا. يعني حتى في المجال العام، حتى في المجال العام شوف في السياسه العامه احنا اساسا في وضعنا العام الدوله تمام الاداره والحكومه دائما يقولوا شعب محمد الله يمشي الى الوراء. ليش؟ لانه اساسا التعبديه السياسيه اللي موجوده عندنا هي وباء علينا وليست تمام. ليش؟ لانه اساسا نحن عندنا كذا فكره انه يجي حزب مثلا يستولي على السلطه يا اما عن طريق الانتخابات المزوره ولا عن طريق المهم وصلت السلطه ويحكم. الاحزاب الثانيه يروا انه الحق لهم اولى. ايش يعملوا؟ بدل ما يتنافسوا في البناء يتنافسوا كلهم كل واحد يبني عشان يثبتوا للمجتمع وللبلد يبنوا البلد ويقولوا انه والله هذا حق انجازات ايجابيه ومفيده للمجتمع والناس وهذا يقولوا هذا حق الانجازات ده وهذا عنده سلبيات. لكن لا نحن هذا اللي يحكم. انا شوف شوف نحن ندمر ما عندنا وهو يدمرهم وهو يدمرهم طبعا. وفي الاخير تصبح بدل ما هي عمليه بناء منافسه على البناء المنافسه على التدمير. كل واحد يتحمل المعول الاكبر تمام عشان يكسر يخرب اكثر وكل واحد يخرب من عنده. اذا كان كلنا نخرب 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 اين شكون البناء؟ متى شكون البناء؟ كيف يكون البناء؟ هذا حالنا هذا حالنا موجود. فنحن عندنا هذه المفاهيم برضه يعني بدك في المقاومه ها؟ احنا وصلنا لهذه الموصول صار مثلا الحين عندنا ها مش عندنا الانقلابين والمقاومه يخرجوا تمام يخرجوا الانقلابين وبقوا المقاومه محررين. وفي كثير من الحاجات تمام تفقد وتدمر وتسرق وتنهب. من يقوم فيها؟ المقاومه اللي جاوا بيحرروا بيحمروا تمام. وهذاك مع اهلهم تحت المرة انه هذاك اللي عملوه هذاك اللي حملوه روح التدمير اللي عندنا هذا هو ما هو تدمير البلد والتخلف والما والكيف وتدمير الحياه هي من ذاتنا نحن ليست طبيعيه من ذاتنا نحن. فهذه الامور طبعا هي يعني اشكال من اشكال المقاومه. لكن احنا لو في عندنا تغيرت ثقافتنا ومفهومنا انه احنا هذه ارضنا هذه بيتنا وهذا مصدر عيشنا هذه مؤسستنا لابد ان نعمل على حمايتها وبناها وبنائها وتحسين وضعها بغض النظر عن كل حاجه من يجي لعيسى من يجي لمنصور عزيز من يجي له هذه الحاجه احنا ما يهم خلوه يجي بس ما بساعدوش انا ولا بعرف كيف يعني بعلمه ولا خلوه. لكن انا ولا ممكن يكون اداه تخريب اداه تدمير اداه لا على الاقل هذا بيتي هذه مؤسستي. من يعمل من يحول تمام يعني جهده وماله وتفكيره ونطاقه الى وسيله تدمير للمؤسسه ومصدر العيش كمن يشرب من النبع ويميشه ويقول فيه تشرب من النبع انت هذا نبع وحيد الناس كلهم يشربون منه وانت تشرب منه لكن ما تخلص تشرب قمت تقول له تاكل والله خلي اعطيتهم يشربوا برضه. طيب انت ما عادش تشرب خلاص. فهذه النفسيات والعقليات والممارسات والسلوكيات غريبه جدا في بعض المجتمعات. فلهذا نحن عندنا هذه الحاجات موجوده بشكل واضح موجوده منتشره. فهذه الامور اللي نحن اساسا ممكن يعني نركز عليها في مساله مقاومه التغيير. عندنا بعض الاوقات مثلا يكون في مقاومه التغيير يعني تكون مبرره لكن طريقتها اسلوبها غير مبرر. طيب وين التعامل؟ وسيله تدمير. ها؟ كيف تتعامل معها؟ كمدير يعني اي ثقافه ثقافه ما شو كل واحد يعني هي اساسا انا قلت لك يعني مهما كان الشخص القائد ولا المدير ولا هذا
مثلا عنده كفاءة ما عنده شباب، بس أنت أساسا هذه مؤسستك، هذه مصدر عيشك، أنت من فين تأكل؟ من فين تأكل؟ من مصدر هذه المؤسسة. أيوة هذه مصدر عيشك، مفترض تداري تمام، تحافظ عليه، تداري هذا مصدر عيشك وتحافظ عليه. أنت بأخلاقك بثقافتك تمام بشخصيتك سلوكك ما لك ما تحاول ترى تحمي تمام أو تدافع أو مثلا ترول بعض الوحوش الكاسرة بحيث إنه يقللوا تمام أو يضعفوا شوية من تمام قوة تدميراتهم لهذه المؤسسة بحيث إنك تحمي المؤسسة من مصدر عيش جميع. في بعض الناس ما عندهش التفكير ولا الثقافة ولا الحاجة هذه تمام، هو يمسك معوان ويتشارك معوان أكبر حقه، هذاك يهدم هنا ونشتي نطور ونشتي نعمل على التطوير والتغيير والتحسين والحضارة الفاضلة بإيش؟ بمعامل التدمير، ما يسمح، ما يمكن ولا يمكن يكون هذا. يعني لما الإنسان يكون مريض مش مريض بس، هذه شغلة ما قال لك، يعني هي ثقافة تمام، قناعات، ثقافات وقناعات، سلوكيات، قيم وقيم وأحاسيس وإحساس. يعني انت لا تكونش مرن زي ما قلت، يعني تكون مرن تخلي واحد من قدامك يكسر وانت تقول له ايوه زيد. زي ما في امثله عندنا يقول لك لو حصدت تمام المجنون مثلا قول له زيد، مدري ايش يعمل، يعني قول له زيد الله اعلم. ايوه فهذه طبعا ده مجنون، اقوله مش طبيعي تمام، اقوله مش طبيعي. فأنت الطبيعي بدل ما تنصحه وتعلمه وتوجهه وتحميه من هذه الحاجة تقول له زي دوغنا. فهذه الأمور طبعاً هي من كيف من العيوب اللي موجودة في اثنين، اللي هو الانزعاج من التغيير المفروض، ما نقتل من يروح تفرض عليه التغيير، أنا تفرض عليه التغيير هذا أنا أراه غير مقبول وغير نافع، لا للوظيفة ولا للموظف ولا للمؤسسة ولا للبلد ولا أي حاجة، وأنت تفرضه. فطبعاً الكل بيكون في مقاومة بالتأكيد، أساليب المقاومة ودرجات المقاومة وطرق المقاومة تختلف من شخص لآخر، من بيئة إلى أخرى، من مؤسسة إلى أخرى، تختلف تمام. اللي هو كره المفاجأة في بعض الحالات مثلاً، يعني أنت تجي توجيهات ولا أوامر ولا حاجة، شوف مفاجأة ما تعيش الناس، ما قد مثلاً واحد يقول لهم نشي نعمل تغيير كلهم بيرفضوا، لكن لو أنت بدأت تهيئ الأمور تقول لهم هذا كيف التغيير، هدفه كذا أو هدفه كذا أو مصلحتكم بيكون فيها كذا، ما هو تمام، والهدف منه إصلاح المؤسسة وأوضاعكم الوظيفية ومسالك العمل وأداء والإجراءات والحاجات دي كلها تحسين هذه الحاجة كلها بتنفع، بتخفف من العمليات وتسير إنتاجيتك وبتحسن وضعك المادي. لو ما بدأت تهيئهم تقنعهم بهذه الأمور طبعا ما في واحد يمكن يعني لا أنا بشتيش، إلا الشخص اللي قلت لك خلاص ما عنده ثقة في نفسه يقول لك ما بقدرش، عاجز أيوه ما بقدر، يقول لك أنا ما بقدرش، أنا قد هو عنده كذا عنده زي قناعة هذه ما بقدر، ما أنا بشتيش أنا ما أقول أنا يحس إنه داخل ما بيقدر تمام. لكن هذه الأمور أساساً لو تمت معالجتها بثقافة معينة بسلوك معين تمام بمعرفة بتصرفات حكيمة ممكن الأمور كلها يعني تكون إيجابية، لكن لو هذه الطريقة هذه الطريقة بالغصب ولا مثلاً أمس عينوا محافظ جديد لتعز اللي موجود في الواتساب إنه فاجر وإنه ما يعرفوش ما يعرفوش ما يعرفوش ما يعرفوش نهائياً تمام ايوه اقول لك هذا فاجر وهذا فانتريش والمهم اوصاف يعني واللي يقول لك هذا اشتراكي واللي يقول انه ناصري واللي يقول انه مؤتمري واللي يقول انه المهم ما يعرف الناس طيب يا اخواني هذا الوعي نيناتي بالصيغه الاحكام الجزائيه على شخص انت لا تعرفه ولا تتعامل معه ولا تنظر الى التاريخ تقول له شوف شوف له لحد ما كان محافظ ليش تكتب منه ما قالوا لهم مش مثلا ايش رايكم؟ نحن نشتي محافظ، انتم بقولوا احنا مرشحين فلان.
هنا ورش ولا معينوا اللي ما رشح لهم ما يكون تمام، بس إنه معينوا هو ما موظف ولا شخص غير معروف لديهم تمام، سمعوا شكل مفاجئ إذا ما استشاروا لا طول كلام الشخص هذا وهذا 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 يخلقوا حالة من رائعة قامة التغيير رائعة مشوه على الإنسان رف أنا الآن الناس اللي بيصدقوا الكلام بالمحاضرة يقول لك ما نجي هذا المحاضر ما بنتعامل مع هذا المحاضر ليش؟ ما كده خلاص الناس بيقولوا الانطباع هذا الانطباع اللي قال فهذه الامور طبعا في كثير من الامور بنفس الوقت انت في مجال بيئه العمل الصغيره في الاداره ولا في القسم ولا حاجه في معك بشر والبشر اليوم الانماط الخمسيه مختلفه كل واحد له ذات بالذات البشر لا تستطيع ان تحكم او تتحكم في امكانياتهم كامله ولا تقدر تحكم عليهم الا بعد عشره وتعامل كثير جدا ومعاشه تقدر تعرف ميزات الشخص وشنو تصرفاته واي ما هي الاحكام او التصرفات او المواقف اللي ممكن يتخذها في حاله تكون عملت شيء معين لكن كذا دائما تقدر فالناس كثير من الناس يكرهوا المفاجاه في بعض الحالات بمبرر نعم حاله مبرره في تبرير منطقي في حالات بس فقط لانه ما عاشوا تمام مش ملبي لرغبته لا انا ماشي تمام الخوف من المجهول يعني في بعض الحالات مثلا في قرارات تغيير تطوير تمام تحسين القرارات هذه تعمل على ايش؟ على التطوير هذا الناس الثانيين الموجودين في البيئه تتم عمليه التغيير في بيئتهم يقول لك احنا عندنا في ناس مش مدركين ولا عندهم وعي ولا هم عارفين بالضبط ايش الهدف النهائي لهذه العمليه يقول لك ايش فايده؟ ما ادري ايش المعلم ايش فايده؟ لما نحن نجلس نوافق معهم ولا نتفق ولا نقول ايوه ولا نأيد ولا نمارس ولا تمام؟ بالوقت احنا مش دارين ايش الهدف. اذا ما نعرف ايش الهدف المفروض ما نقبلش. انا نفسي انا اقول لك الحين اعمال كيف اقوم بعمليه التغيير ولا الانتقال ولا التطوير ولا الحاجه ولا عمليه تحسين التغيير اسلوب اداء العمل. اقول لك ليش؟ معقوله انا متعود تعب نفسي بدل ما اقول ليش؟ إضافية أقدر أنا متعود على اللي تمام شط تمام ضربتين من القلم يوميا وخلاص ولا مقعود ولا مقعود ولا خلاص ما أقدر هذا ولا لكن لو ما تعمل هذه الحاجة من تشيل عمل تغيير وبدأت ما بدأت ببرنامج تهيئة الناس ونفسية الناس وعقول الناس ورغبات الناس هنا ممكن المقاومة تتغير ما تقل أو تضعف أو توصل إلى الحد الأدنى للمقاومة المقبولة ممكن يكون نهائي ما بتأتيش تريد جدا على تحقيق الأهداف ممكن لكن أنت تفرض على الناس عادات ممكن كلها وإيش في تغيير بس مش داري بالضبط هل التغيير اللي يشتوه هو موجود في ما هدف من أهداف هذه العملية ولا بس فقط هذه لها تمام أهداف أخرى هنا تحدث نوع من المقاومة مقاومة مواجهة الجوانب غير الشائعة هو المألوفة يعني الحاجة الجديدة الحاجة الجديدة الفكرة الجديدة والتساليح الجديدة الحاجة هذه في بعض الناس ما يدركهاش يعني يقول لك وش اللي يضمن انه هذه عملية بتؤدي الى هذا الواقع هو دراك انت القرار والله ما هذه اساليب الحين دخلوا لنا اساليب جديدة ولا مدري ايش والاختراعات والتخطيط والتخطيط والى اخره يعني هذه كلها من اللي يضمن انها بتحقق اهدافنا ورغباتنا تمام وتحسن وضعنا الوظيفي يعني هذا الكلام احنا ندخل نفسنا في معمعه ومطوره وكيف وباب ومدري ايش وتدريب ولغات وقبابر وامكانيات تمام واساليب وتدرب ان انت خلاص انت اصبحت شروع قديم ضروري تغير اسلوبك ضروري تغير من وسائلك يعني كلام احنا تدوش عقولنا ليش احنا احنا متعودين كذا وعايشين كم سنه ماشيين ولا في بنا حاجه. ما هذا ما بلغت ايش تحدث نوع من المقابل لكن في حالة الإقناع ممكن الأمور كلها ما كيف ما تتعقدش الخوف من الفشل أو عدم القدرة على التكيف أنا أقول مثلا في واحد مثلا يحس إنه ما يقدرش يتكيف هنا قرار ما يقدرش يتكيف تمام الثاني اللي هو يحس إنه أنا بقدر لكن يعني لو ما عملناش كذا لو ما توفرتش كذا لو ما طلعتش كذا لو ما عملناش كذا لو هذا ممكن نفشل ولو فشلنا معناته إن إحنا نرجع للصفر ونحن هنا ما بنش تمام نمشي ما ماشيين تمام فهذا تمام الشعور عند الموظف ممكن يولد حالة ربط وعدم قبول او عدم موافقه تمام اي تغيير ممكن يحدث في وظيفته او في اسلوب العمل او في بيئه العمل الموجوده يقول لك ممكن هنا ما ينجح ما يدور
طيب ممكن في امكانيات مش متوفره عندنا ما بناخذش ضروري انا احتاج يحتاج 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 ما هلش طيب هاي فممكن احنا ما نوصلش لهدف فنفشل في عمليه التغيير وفي الاخير احنا نطلع في الكيف الفاشلين ونتخلفين ونرجع نبني من جديد فهذه طبعا من الامور اللي برضه تضرب تمام تدهور في العلاقات والعادات والممارسات مثلا ما مقصود ما تدهور في العلاقات يعني اساسا في بعض الحالات في بعض الحالات مثلا انه عمليه التغيير هذه ممكن تتطلب الى تغيير العلاقه تغيير العلاقه المباشره تمام غير مباشره يعني مثلا انت الان علاقتك مباشره انت اداره الشؤون الماليه في قسم تمام الشؤون الماليه فيقول لك خلاص يعني نظام الاهتمام اداره البنوك قسم البنوك في اداره الموارد البشريه فانت اساسا علاقتك معاك مش مع مدير الشؤون الماليه ولا مدير الحسابات مباشره انت لانك عندك الامور ده ترفع الاستحقاقات هذه اداره الاستحقاقات تغير علاقتك تماما المدير ثاني والموظف ثاني وكيف الاسلوب الاداء ثاني هذه ما تغير علاقتك ما تقول لك انا بعد نرجع من جديد ابني علاقات ومعرفه ومدري ايه واجراءات ووسائل وادوات ثانيه كلها من جديد قد نرجع بعيد تماما ما اشتيش من التغيير هذا سنديك تمام يعني العادات عادة العلاقات يعني العادات ما اللي اتفق عليه اخذ مثلا عادة ايش؟ يعني انت كل اسبوع يوم الخميس مباشرة تروح تخزنوا سنوات تروح تخزنوا تجتمعوا في يوم الخميس في مكان واحد عند واحد عند المدير رئيس القسم ولا عند واحد من الموظفين تناقشوا ايش النتائج حركة الاسم انت من الخميس الجاي بتروح فين؟ مكان ثاني تمام مجموعة ثانية تمام عادة ثانية وما اشرب قهوة اشرب شاي تحتاج حاجة الناس كانت تقول كل ما جيب لنا شاهي جيب لنا قهوة هنا ما تفتكش تقول الحاجة هذه وعادة تشتيها عشان تتكيف فترة علشان تكيف بالعادة الموجودة فهي طبعا تخلق نوع من ايش؟ من عدم القبول والرغبة تمام الجانب الثاني نقص الثقة والاحترام بالقائمين بالتغيير يعني انت لو الفريق اللي الكبار عملوا في التقييم اذا ما فيش ثقه فيهم او ما فيش احترام لهم تمام الناس بالله عليك هذا بيجي الحين منه تغيير بالله عليك هذا بيجي الحين منه حاجه في السنه هذا كذا هذا ما فيش نفس هذا حاقد هذا من جيش هذا ما تكبرش ترفض ترفض حتى وان كان عنده خبره وامكانيات لكن انت خد الانطباع اللي عندك الانطباع اللي عندك انه هذا كان ما يسواش لهذه العمليه هل تقبله؟ ما بتقبله طبعا بتقاومه بكل الوسائل يعني غرور يعني غرور في بعض الأحيان مش غرور في بعض الأحيان مش حكم انطباع عام خلاص يعني أنت تعاملت معه في كثير من المعاملات وجدت إنه فيه بعض العيوب الاختلالات في السلوك في التصرفات في التفكير يقول لك لا هذا ما يصير يعني عليك تركز على هذا يطورك يعمل لك تطوير إذا الراجل بسبب ما تركزش على ما يقول لك مثلا عينه مدير يقول لك أنا ما أركزش على الإمام يدير 4 دقائق 5 دقائق يدير على مجموعة من البشر كيف تعمل؟ يقبلوا على طول الناس ما يقبلوا يقول لك أنا ما أركزش على الإمام يرجع أنا في الكلام هذا ولا ما يعرف؟ هذا جزء من المقاومة نوع من المقاومة نعم فهذه تكون طبعا تكون هي أسباب من أسباب المقاومة وشكرا جزيلا على بقيتها أنا طبعا هذه الحاجات المحاضرة هذه بنزلها